هذا أخونا يقول: من يجد فتورا في العبادة والعمل الصالح ما نصيحته؟ على سبيل الإيجاز، كل امرئ لا بد أن يأتيه فتور، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. كل عمل تعمله لك حماس تتحمس فيه، في طلب العلم، في الصلاة، في الصيام، في حفظ القرآن، في قيام الليل، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، ثم إن بعد تلك الحماس والقوة فترة ضعف. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحل، فقال: من كانت فترته على سنتي فقد اهتدى. ما معنى هذا الكلام؟ في وقت الضعف اجعل لك حدا، احرص على ألا تنقص عنه أبدا، وفي فترة النشاط والقوة زد على هذا الحد. ففي فترة النشاط افعل ما شئت من العبادات من الصلوات، وفي فترة الانشغال والفترة لا تفوت الفرائض، وعلى أقل أحوال السنن الرواتب، لأن الذي يكون في وقت القوة والشرة مقتصرا على الفرائض إذا جاءته الفترة والضعف فوت الفرائض. إذن ففي وقت فرائضك، في وقت نشاطك تحبب إلى الله بالنوافل، وفي وقت فترتك وضعفك وفتورك اقتصر على الحد الأدنى. الأمر الثاني: دائما استعن بدعاء عظيم أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوله في كل صلاة، في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله هو المعين، والله ثم والله إذا لم يكن عون من الله لي فتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الله هو الذي يعينك، الله هو الذي يقويك، الله هو الذي يقوي عزمك، الله هو الذي يوفقك، الله هو الذي يسددك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يستحب لكل مسلم إذا دعي للصلاة فقال المؤذن حي على الصلاة أو قال حي على الفلاح، أن يجيبه فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تجيبه بلسانك فقط، بل أجبه بلسانك وقلبك. استشعر معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا إمكان لي بأن أتحول من شيء إلى شيء فأتحول من حالي إلى الصلاة، ولا إمكان لي بأن أتقوى على أي شيء من العبادات وغيرها إلا به سبحانه.